ازاي شايف طريقه الراجل في تولي المسؤوليه واسلوبه في، مش عايز اقول نقله نوعيه، لكن الحقيقه الراجل كان صاحب بصمه في خلال فتره بسيطه قوي او قصيره جدا مع تولي مسؤوليه النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه ظروف الاختيار بتاعه موسيماني، فايلر عمل فتره كان كلنا كنا بنشيد بيه حتى هنا في القناه. ثم بعد الكورونا حصل لخبطه جامده، في ظروف عايز يمشي قبل الماتش الوداد بايام قليله. اي اداره في الوقت ده بتبقى يعني في حيره شديده جدا، وانت بقالك مده بتعاني انك انت عايز تاخد البطوله الافريقيه. عمليه الاختيار انا قلت مره واثنين وثلاثه منطقيه وعقلانيه بدرجه كبيره جدا. اختيار موسيماني حضرتك تقصد؟ طبعا طبعا. الاختيار لما انا ابقى جايب الاقي بالصدفه مدرب عنده فكره عني، لانه يعني لعب ضدي اربع مرات فعارف اسماء لعيبتي. يعني كابتن سيد قال لك لما نزل الملعب حافظ اسماء اللعيبه طبعا، وعارف نقاط الضعف ونقاط القوه عند كل لعيب فيهم. حاجه ثانيه، الثلاث فرق اللي انت هتلاعبهم عارفهم ولعب ضدهم. الحاجه الثانيه افريقي وعنده الخبرات الافريقيه. الحاجة الثالثة انه عنده دهاء وعنده ذكاء. وشفنا حتى تصريحاته لما كان بيلعب النادي الاهلي، كانت تصريحاته دايما فيها نوع من الذكاء ونوع من المنورة. ايوه. الحاجة الثانية بيتمتع كورته قريبة قوي من كرة النادي الاهلي. ما بيلعبش الكرات اللي هي الطويلة والحاجات دي مش كورتنا. الاهلي دايما بيمتع جمهوره بالاداء الحلو. بقول دايما وبعيد واكرر، النادي الاهلي ميزته انه بيديلك وجبه ريحتها حلوه وطعمها حلو. فانت بتستمتع